قال إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور عبد الرحمن السديس إنه في عصر الفضائيات وشبكات المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي يجب ألا نعطي آذاننا للمهازيل الأغرار الذين ينشرون الإفك والبهتان والأقاويل المفسدة بين المسلمين. أمة الإيمان وفي عصر الفضائيات وشبكات المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي يجب أن نكون أكثر ثقة، فلا نعطي آذاناً للمهازيل الأغرار وخفافيش الظلام الذين ينشرون الإفك والبهتان والأقاويل المفسدة بين المسلمين بالتدابر والهجران والغيبة والنميمة. وقد شبه المولى المغتاب والنمام بوصف تقشعر منه الأبدان، فقال سبحانه: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتًا فكرهتموه؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتًا فكرهتموه؟ كما يجب ألا نجاريهم في سخريتهم من أهل الفضل والإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرًا منهم. وفي عصرنا غدا فئام من الناس وخصوصًا مع زمجرة الإعلام الحديث أصبحوا لا يسكن لهم قرار أو هدأةٌ واصطبار إلا بتمزيق الأعراض بصواعق الألفاظ.